بجامعة المنيا عام 2001 بداية مميزة، ثم بدأ في تقديم عروض في قصر ثقافة المنيا، وكانت أدوارا صامتة وصغيرة. وفي عام 2006 التحق بالدفعة الثانية الماسية بمركز الإبداع الفني، واستمرت فترة الدراسة لمدة قاربت 5 سنوات. قدم فيها العديد من الأعمال المسرحية الاستعراضية والغنائية. وفي عام 2011 قدم عرض قهوة سادة الذي كان مشروع تخرج للدفعة الماسية بمركز الإبداع، إخراج المخرج خالد جلال. وقدم غيرهم العديد من الأعمال المسرحية مثل عن العشاق واختلال في المخ الذي اقتبست منه شخصية مسكر التي قدمها في مسلسل ابن حلال، وكان آخرهم عرض الجميلة والوحش. مشاركته في المسرح لم تقتصر في مصر فقط، فقد قدم عروضا في العديد من البلاد مثل قضية ظل الحمار وبردة البوصير. بدأ بعد ذلك بالتعاون مع المخرج شريف عرفة في العديد من الإعلانات والأعمال السينمائية مثل فيلم 18 يوم وفيلم إكس لارج، وقدم برنامج مطلوب رئيس. ثم بدأت الأعمال الدرامية تنجذب إليه، وكانت البداية مع مسلسل أهل كايرو، وقدم بعدها العديد من الأعمال الدرامية ضاقة نور ومأمون وشركاء ورسالة الإمام. في عام 2010 حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد في المهرجان القومي للمسرح المصري عن دوره في عرض قضية ظل الحمار. وفي عام 2014 حصل على جائزة الديرجس كأحسن ممثل شاب على مستوى الشرق الأوسط عن دور سكر، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى مسرحيا وسينمائيا. فتحية إعزاز وتقدير من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي للمكرم بدرع المهرجان الشبابي النجم الشاب حمزة العين.